السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا ولاد؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. في الفيديو هذا يا جماعة الخير جايبين لكم السماعة هذه، فما بضل عليكم أكثر من كذا وأخليكم مع الفيديو. فيا جماعة الخير، هذه عند السماعة من شركة نيوبي. اللي يتذكر شركة نيوبي هي نفس السماعة، نفس الشركة اللي اشتريت منهم الستاند أو قاعدة السماعة. طبعا الشركة هذه صينية جديدة. أنا أقول نجرب، شوف أنا أقولكم رأيي في السماعة هذه. أنا صراحة ما جربتها إلى الآن، شوفوا كرتون جاي رجل معفط من الشحن حق الصين كالعادة. لكن السماعة هذه من موجه له؟ السماعة هذه موجهة لأي طفران سوى تجميعه ويبي سماعة شكلها حلو ولا بأس فيها وتكون يعني كبيرة ومريحة وجودتها مش بطالة. هذه مصنوعة لك يا حبيبي. فنفتح الكرتون حقها يا حبيبي. يا ساتر شو شنو الكرتون جاي رايح فيها يا رجل. ولا فيه كتالوج هنا. طبعا هذه مكتوب في الكرتون، هنوريكم بس. طبعا هذه السماعة ما هي يا الفوكس لو سمحت مقلوب على المنيو زين الأمور. طبعا هذه هي السماعة. السماعة يقول لك طول العمر موجهة للاعبين البي سي واللابتوب والبلاي ستيشن والإكس بوكس والنتندو سويتش. حلوين. اسم السماعة اللي هي نيو بي إن بي إن بي جي 01 أو 01. قبل نطلع السماعة نشوف هذه مواصفات السماعة. طبعا زي ما قلت لكم ستيريو اللي هي 5.1. الدرايفر حجم الدرايفر أو حجم السماعة تقريبا 50 ملي. يقول ان الكيبل حقه فيكست يعني معالج او شيء زي كذا. يقول بها ار جي بي لايت حلو، وبها كنترول للميوت للمايكروفون. USB 3.1 بها USB أو 3.1 اللي هو مدخل حق الجير أو تشبك على USB اللي تبي. فمواصفاتها تعتبر جدا حلوة. فنطلع السماعة، نحط كرتون على جنب. هذه هي السماعة بالنسبة للتغليف. تغليفها جدا عادي صراحة. ولا هذه السماعة. طبعا تجي، خلينا نشوف مداخل السماعة. أول شيء تجي مداخل السماعة يا حبيبي اللي هو هذا تبي تشبكها في الجير عندك، ولا هذا اللي تشبكها يو اس بي بالبلاي ستيشن، وهذا طبعا للبي سي اذا تبي تشبكها على البي سي. طبعا السماعة واير ما هي لاسلكية، لكن ترى السماعة جدا ما شاء الله يعني حجمها كبير يعتبر. هذا حجم يدي، شوف كبر هذا كبير مرة. وبها انوار ال اي دي هنا زي ما يقولون هم، راح نشوفها بعد شوي. حتى هنا شوف مكتوب هنا ار هنا ليفت اللي هي رايت اند ليفت. تحسها فلكسبل السماعه، ما هي خشنه او شيء زي كذا. هذه ترتفع كذا. وبها مايكروفون اللي هو هنا، لكن يقول هو تقدر تعطيه ميوت. لكن كيف اعطي ميوت هنا؟ ما في لا زر ولا في شيء. هنا السؤال الحقيقي صراحه، غريبه والله السماعه دي، حتى ما تنضغط ولا شيء ما ادري. اوه هنا فيها التطول تكسر الصوت، حلوة والله. صراحة ما توقعت حجم زي كذا. طبعا قبل ما احط السماعة واخليها تروح نجيب نقارنها في سماعات صينية ثانية. طبعا قيمة السماعة هذه ما اتذكر كم، لكن تقريبا 60 ريال او 50 ريال قيمتها مع الشحن ترى واصلة عندك. هذا لو نقارنه مع اي سماعة صينية ثانية. شوف اللي دي حقها نور تعبان، يعني شوف كيف جاي الشكل حقه، وهذا الشكل حقه كيف. شوف حجم السماعة هنا اكبر من هذه، مع انها كلها تعتبر اللي هي تغطي الاذن كاملة، لكن شوف حجم السماعة، حجم فرق صراحة. والتصميم تحسين بلاستيكه احسن من هذا. هذا بلاستيك تعرفون الرخيص مرة. طبعا هذه السماعة ترى للمعلومية ترى نفس السعر وان اغلى منها بشوي. هذا الميكروفون حقه يتحرك، هذا الميكروفون حقها ما يتحرك. سماعة شوف شكلها من هنا ما تحس فيها جودة مرة، يعني تحسها عادية مرة.
مثل أي سماعة صينية يعني، لكن هنا تحسها متعوب عليها أكثر، حتى زي ما أقول لكم يعني بها كذا يعني، هذه بها كذا التطوير العادي، لكن حتشوف سكرته تحسه ما هو طبيعي أبدا يعني، كل شيء يعني زي ما يقولون حقه، لكن هذا حتى هذا يعني سعرها أغلى تعتبر أو نفس السعر تقريبا مع هذه. فشوف ما داخل حق السماعة هذه، طبعا هذه برضو ستيريو سماعة هذه، وبها تطوير تقصير الصوت نفس الكلام هنا، وبها هذه ما داخلها. شو الفرق الحين بين المدخل هذه، شوف هذه السماعة بها مدخلين للسماعة وللميكروفون أو اليو اس بي. اما هنا زي تشوفون عندنا قبل شوي، اذا انا عندي والله بلاي ستيشن ابغى اشبكها على اليد اشبكها على طول ما يحتاج خرابيط، او اشبكها يو اس بي، واذا عندك بي سي تقدر تشبك عليها الكيبل. بعكس هنا ما يعطوك خيارات، اذا تبغى تلعب بلاي ستيشن لازم تشبك اليو اس بي. طبعا اللي اشوفه هذا ستاند حق الشركه من نفس الشركه اللي هو نيوبي، موجود ترى مقطع له، راح احط لكم المقطع لنفس الستاند هذا اللي بيطلبه، قيمته اعتقد ب 20 او تقريبا 6 دولار حجمه سعره. طبعا هذه السماعه راكبه على ستاند يعني صراحه ابدعوا، خليني اوريكم صراحه شكله ولا ما شاء الله حلوه والله السماعه. السماعه قيمتها هذه زي ما قلت تقريبا 50 الى 60 ريال، انا اشوف انها تستاهل قيمتها هذه صراحة. اما هذه السماعة الصينية الثانية هذه ما ادري صراحة شركتها، لكنها تقريبا نفس القيمة، هذه نفس قيمة هذه، لكن هذه يعني الفينش حقها رهيب والبلاستيك حقها تحسه رهيب، حتى هنا شفت كان الربع صاير، هنا فيها حقة الراس ترتفع يدوي او اوتوماتيكي زي ما يقولون، وبعكس انك ترفعها هنا يدوي، لكن المايك هنا يتسكر لأنه مكتوب هنا انك تقدر تعطي ميوت، كيف ما ادري صراحة، لكن مكتوب تقدر تعطي ميوت. انا راح اقرا الكتالوج شوي واشوف كيف اعطي ميوت، ثواني وارجع لكم. طيب يا جماعة الخير، انا صراحة ما حصلت السماعة هذه اي طريقة تعطي ميوت، لكن الان راح اخليكم تسمعون صوت السماعة في البي سي، فما بيطول عليكم كذا واخليكم على الفيديو. طيب يا جماعة الخير، هذا صوت سماعة نيوبي أو صوت مايك سماعة نيوبي، طبعا لا توقع أنه يكون صوت جدا قوي أو صوت يعني خرافي أو كأنه زي مايك بلويتي، أكيد راح يكون يعني مايك عادي أو دون العادي، لأنه سعر السماعة صراحة 50 ريال ما تسوى يعني. هذا صوت سماعة حق نيوبي اللي هي NBG01. انا بالنسبه لي هل انصح بالسماعه؟ من ناحيه الميكروفون اشوف الميكروفون نوعا ما مش ذاك الزود، لكن من ناحيه السماعه مريحه جدا، بها تطوير وتقصير صوت السماعه، ملبسها جدا مريح، فبشكل عام نعم انصح بالسماعه، لكن ما انصح بالميكروفون لان احس ممكن يكون افضل بشيء بسيط. طيب يا جماعه الخير، ما بيطول عليكم اكثر من كذا، كان معكم باسم من قناه هيسوكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.